من هالأقلام راح تنصدمون بالنتيجة. فكرت كثيرا وكثيرا أخذت شهيقا وزفيرا. Do you want to know? نرسم. في هذا المقطع رح يكون رسمة مرة بسيطة وسهلة وجميلة كمان، رح تشوفوها بنفسكم. بخليكم تشوفوا خطوة بخطوة وتعلموا كيف، رح يكون مرة سهلة. شفتوا هيك خلصنا نحن الرسمة تبعنا، مرة هي سهلة هيك، مرة سهلة. سهلت هي الرسم، بس أنا استعملت تقنية التنقيط في الرسمة اللي هي بأقلام، يعني شو هدول الأقلام. مرة سهلة، بس التنقيط خد مني 3 أيام، يعني كتير تعبت عليه كتير. بشوف النتيجة معاك كيف راح تظهر، مرة نتيجة مرة حلوة. حتى لما خلصت كثير فرحت، واو في النتيجة اللي أنا أبدعت فيها. شوفوا هيك، هاي ده هي النتيجة، نتيجة كتير حلوة.